ارتفعت أسعار الذهب محليا بشكل قياسي تزامنا مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الدولار الأمريكي، وقد تجاوز سعر جرام الذهب عيار 18532 جنيها، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 709 جنيهات، وذلك في تعاملات الأسواق المحلية ظهر اليوم. على الهاتف الأستاذ إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة تجار الذهب. هذه الزيادة الكبيرة، يعني كيف هي مرتبطة بسبب خارجي كرفع سعر الفائدة مثلا؟ طيب انا بس احدث الاسعار لحضرتك، لان احنا بنتكلم في الوقت في اللحظه اللي احنا فيها. عيار 18534، عيار 21623، عيار 24712، الجنيه 4984. يعني غالي اكتر. ايوه يا فندم، ايوه. احنا عندنا زياده اكتر من 1% من امبارح تقريبا الساعه 7 مساء او 8 مساء. عظيم. الاسباب، الأسباب إحنا عندنا رفع سعر الفايدة 0.25% على الدولار. البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة 0.25% على الدولار، وده أدى إلى ارتفاع المعادن الثمينة بوجه عام والذهب بوجه خاص كملاذ آمن للاستثمار. فده أدى إلى تكالب بعض المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في الذهب، وبالتالي ارتفع السعر في السوق المحلي بتقريبا بنفس النسبة، وإن كانت تقريبا تزيد حاجة بسيطة بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي. نعم. أيضا نحن يعني على أبواب موسم الآن، يعني أعياد رأس السنة والكريسماس، بتتوقع ماذا في هذا الموسم أستاذ إيهاب؟ أن ترتفع الأسعار ربما أكثر أم ماذا؟ احنا تقريبا هو ما بيحصلش تغير في الاسعار اعتبار من نقدر نقول يوم 23 ديسمبر كل عام، ما بيحصلش تغير في الاسعار من 23 ديسمبر الى 1 من اول السنه الجديده، لانه بيكون دايما دي مواسم الاجازات في البورصات العالميه، فما بيحصلش اي تضارب اي مضاربات على اسعار المعادن او على اسعار العملات في البورصات العالميه. ولكن احنا شايفين الاتجاه العام لاسعار الذهب هو اتجاه تصاعدي في الفتره اللي جايه بسبب رفع سعر الفايده، واعتقد ان ده هيكون مؤثر جامد جدا جدا في الفتره الجايه. احنا كنا نبهنا الناس وقلنا لهم السعر الذهب سعر كويس من يومين، قلنا لهم صحيح كان مستقر. نعم، فترة كويسة للناس اللي حابة ان هي تشتري ذهب ان هو يشتري ذهب، وما زلنا بنقول الكلمة ديت، وان كانت الاسعار دلوقتي اغلى من دي قبل، بس الحمد لله ان الاسعار برضو نقدر نقول عليها دلوقتي مناسبة. انا بشكرك، للأسف وقتي انتهى. طبعا الصورة وضحت، الأستاذ إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة تجار الذهب، شكرا لك.